أنا صار لازم ودعكن وغبركن عني. أنا كل مخطوبة عثرية، تعرفت على خطيبي عن طريق الأردن. شعوري هسه بالوقت الحالي مبسوطة ومش مبسوطة. مبسوطة لأني رايحة لعند أهلي وقرايبي وعواطني، ومش مبسوطة لأني تركي أهلي وقرايبي والبلد اللي عشت فيها والبيت فيها، وتركي كل الناس اللي يعني اللي بتعرفني واللي بعرفها، وتصير الناس تروح وتجي لعند بعضها. وبتمنى انه اهلي يزوروني ببيتي واني ارجع اجي على بيت اهلي، وارجع اجي لعند كل الناس اللي كنت تروح لعندي، وكل الناس اللي بتعرفني تروح تزورني ببيتي.